السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في درس من دروس الصف الثالث الثانوي في مادة الأحياء الجهاز الحسي وأعضاء الحس. أول حاجة هنتكلم عنها هي الإحساس في الإنسان. إيه هو الإحساس في الإنسان؟ هي قدرتنا على الشعور بالمنبهات الخارجية والداخلية المختلفة والاستجابة لها وفقا لهذه المنبهات من خلال أعضاء الحس اللي بتحتوي على حاجة اسمها مستقبلات حسية، دي بتستقبل هذه المنبهات أو المثيرات. إيه هي المستقبلات الحسية دي؟ هي نهايات حسية متخصصة بتستجيب لمنبه أو مؤثر من نوع واحد فقط. احنا عندنا أنواع للمستقبلات الحسية وعدة أنواع للمنبهات أو المؤثرات، فكل مستقبل حسي من نوع معين بيستقبل نوع معين من المنبهات أو المؤثرات دون غيره. يبقى نقدر نعرف الإحساس في الإنسان على أنه القدرة على الشعور بالمنبهات الخارجية والداخلية المختلفة والاستجابة لها وفقا لهذه المنبهات من خلال أعضاء الحس اللي بتحتوي على المستقبلات الحسية اللي بتستقبل هذه المنبهات أو المثيرات. وقدرنا نعرف المستقبلات الحسية على إنها نهايات حسية متخصصة للاستجابة لمنبه أو مؤثر من نوع واحد فقط. نتكلم عن كيفية أو آلية عمل المستقبلات الحسية. هنتكلم عليها في 3 نقاط. أول حاجة إنه بيحدث التأثر بنوع معين من الطاقة، سواء كانت طاقة كيميائية أو ميكانيكية أو ضوئية أو حرارية. تاني خطوة بيتم تحويل الطاقة دي لإشارات عصبية اللي هي السيالات العصبية. تالت حاجة بتنتقل الإشارة العصبية دي للجهاز العصبي المركزي، وده بيستجيب بدوره لهذه الإشارة. أنواع المستقبلات الحسية، لما نيجي نصنف المستقبلات الحسية عندي طريقتين للتصنيف. أول حاجة طبقا لموقعها في الجسم بلاقي نوعين للمستقبلات الحسية، مستقبلات خارجية ومستقبلات داخلية. تاني طريقة طبقا لنوع المؤثر أو الطاقة، دي فيها 4 أنواع: مستقبلات حرارية وكيميائية وضوئية ومستقبلات ميكانيكية. أولا طبقا لموقعها في الجسم، ونتكلم عن المستقبلات الخارجية، دي اللي بنلاقيها على سطح الجسم واللي بتتأثر بالمؤثرات الخارجية زي الضوء والصوت والحرارة والبرودة، وبتشمل أعضاء الحس اللي هي بقى العين والأذن والأنف واللسان والجلد. تاني حاجة المستقبلات الداخلية، دي طبعا اللي بتوجد داخل الجسم وبتتأثر بالمؤثرات الداخلية اللي بتكون في الأحشاء والعضلات والأوتار والمفاصل والأربطة، وبنعرفها بالمستقبلات الذاتية. تاني طريقة طبقا لنوع المؤثر أو الطاقة اللي بيتأثر بها، أول حاجة عندي في المستقبلات الحرارية، دي بتتأثر بالتغير في درجة الحرارة، يعني بتتأثر بالطاقة الحرارية. زي إيه؟ زي مستقبلات الحرارة في الجلد. تاني نوع المستقبلات الكيميائية، ودي اللي بتتأثر بالمواد الكيميائية يعني بالطاقة الكيميائية، ودي بنلاقيها في مستقبلات التذوق على اللسان ومستقبلات الشم في الغشاء المبطن للأنف. بالنسبة للمستقبلات الضوئية، دي بتتأثر بالضوء وتوجد في شبكية العين، يعني بتتأثر بالطاقة الضوئية. عندي منها نوعين، أول حاجة اسمها عصي، العصي دي بتتأثر بالضوء الخافت، أما المخاريط بتتأثر بضوء النهار ودي اللي بتميز الألوان. آخر حاجة عندي المستقبلات الميكانيكية، دي تتأثر ميكانيكيا طبعا بالطاقة الميكانيكية، بنلاقيها زي مستقبلات اللمس والضغط بالجلد ومستقبلات السمع والاتزان بالأذن. شكرا.